لو الحكاية فيها إن فيديو امسك منصب بعد كده في النادي الاهلي، وانا قلت الكلام ده قبل كده في تصريح تلفزيوني. ما عنديش بلان لما بعد الكوره. انا كل هدفي دلوقتي ان انا استثمر حبي للكوره واستثماري في نفسي ان انا العب اطول فتره ممكنه. كل ما هو بعد الكوره ما فكرتش فيه، يعني ما مش حاطط بلان معينه. وهريحك، انا ما عنديش هدف او طارق ان انا امسك حاجه في حته معينه بعد الكوره. انا قلت في اعلان رحيلي انا لو النادي الاهلي احتاجني انا هكون موجود، انما انا مش هدفي ان انا اشتغل بعد الكوره في النادي الاهلي. انا هدفي ان انا انهي علاقتي بمشوار طويل في النادي باحترام فني وادبي، وابص مرحلتنا بعد كده اللي انا بداتها النهارده وهتبقى لي بكل تاكيد هي الفتره اللي جايه.